السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي عين الوالي. اليوم جيت نشارك معكم طريقة تحضير كسكسو بالتفاية. نبداو على بركة الله. عندي في المقادير الحمص، اللحم، كسكسو، والبصلة، والزبيب، والعطرية، وهنا عندي زلافة مخلطة زيت نباتية وزيت العود، والزبيب هنا راني فزكتو. هادو ما غاديش نحتاجهم دابا، غادي نحيدهم باش نديرو النصبة ديالنا ان شاء الله. انا هنا عندي واحد ثلاثة البصلات، وغادي نزيد الزيت. وغادي ندير اللحم. وغادي نزيد الحمص. غادي ندير العطرية، غادي نبدأ بالملحة. غادي ندير نص معلقة صغيرة ديال البزار. وغادي ندير معلقة كبيرة ديال الخرقوم. ومعلقة كبيرة ديال سكينجبير. وغادي نزيد الماء ونسد عليها. طيب وهنا غادي نزيد الربيطة ديال المعتنوس. وهنا عندي البصلة ديال الزبيب، غادي ندير الزيت حتى نجي ندير في الكوكوط، عاد ندير الزيت. دابا غادي ندير غير العطرية، نص معلقة ديال سكنجبير، ونص معلقة ديال الخرقوم. وراس معلقة ديال البزار. ورشيشة ديال الملحة. وهنا بعد ما طبلنا اللحم نص طيبة، غادي نرجعو يعني هادشي كامل في البرمة باش نديرو الطعام يتفور. وهنا غادي ندير البصله باش تطيب.
وغادي ندير زيت نباتية واحد جوج معالق كبار، وغادي ندير عبار كاس ديال الماء، وغادي نسد عليها منين تبدأ يعني تصفر الكوكو، تحسبوا لها ثلث ساعة وطفيو عليها. بعد ما يعني دازت 20 دقيقة انا حليت عليها، غنحركو البصلة ديالنا وغنرطوها مع التحراك، غنرطوها باش تشرب داك الماء كامل، من تقرب تشرب الماء ديك الساعة نزيدو الزبيب. دابا راه مازال فيها الماء، نرطوها تقلى. بعد ما شربت لنا داك الماء غادي نزيدو الزبيب ديالنا، بقى غير شويه ومنين تقرب عاوتاني تشرب الماء عادي نزيدو لها السنيدة والقرفة. وهنا هنا زدت هنايا نص زلافة ديال السنيدة، وغادي نزيد معلقة صغيرة عامرة ديال القرفة، ومع التحراك حتى تشرب داك الماء كامل اللي غطلق سنيدة والبصلة والزبيب، حتى تنشف مرة عاد نطفيو عليها. وهنايا غادي نوجدو كسكسو ديالنا، انا درت كيلو، غادي ندير شويه ديال الزيت، شي 3 المعالق كبار ديال الزيت، من بعد غادي نرجعوه يتفور التفويره الاولى. غادي نردو دابا التفويره الاولى ان شاء الله، هذه التفويره الاولى. دابا غادي نسقيوه بالماء مزيان ونخليوه يرتاح. كما كتشوفوا ما تخافوش يتعجن ولا شي حاجه، غير سقيوه بالماء مزيان وغادي نخليه يشرب، عاد غادي نرجع نحلو مزيان. كما كتشوفوا شرب داك الماء كامل، ما تعجن ما والو. دابا غادي نحلو كامل غير بشويه،
غادي نزيد نرشو شويه عاوتاني. هذه التصويره الثانيه، ما غتهزوليش هاد القصعه هادي، انا غنجيب القصعه الكبيره. انا جبت القصعه الكبيره، دابا غادي نغطي التصويره الثالثه ان شاء الله، وديك الساعه غادي نسقيو الطعام ديالنا. عفوا، هذه هي التصويره الثالثه، وما هذيك الاولى اللي قلت لكم الثالثه، هذيك الثانيه. وصافي، هنا غادي ندهنوه بالزبده
وغادي نسقيو ان شاء الله الطعام ديالنا. وهذا هو الكسكسو ديالنا. انا راني سقيت هنا 3 الطباصل وبالصحة والراحة. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.